وصلنا المحاضرة الخامسة من محاضرات الفصل الأول. فعلياً هي هاي المحاضرة الأولى. ليش؟ لأن المحاضرات الأربعة اللي راح اتفقنا هي عبارة عن شنو؟ أساسيات الفصل الأول. يعني ما راح يجينا سؤال حاصل جمع عددين مركبين، ولا راح يجي سؤال حاصل ضرب عددين مركبين بوحده، تمام؟ بس المحاضرة الأخيرة اللي هي مال قوس مرفوع لس بيها ملامح سؤال وزاري، تمام؟ قوس مرفوع لس 11 وجوه مثلا 32، لا هذا سؤال وزاري. احنا المحاضرة الرابعة حكينا على قوس مرفوع لس فقط، صح؟ ما خلينا شيء جوه ولا تلاعبنا بالأسئلة. اليوم بنات لا، حنبلش أول صيغة سؤال وزاري. زين، المخطط إلى احنا بنات على كيفنا هنا بعد ما يصير أعبر السؤال إذا ما ضبط للكل. زين، ايش راح تحتاجين انت كمعلومات؟ احتاج من عندك معلومات الاربع محاضرات، وخصوصا المحاضره الثالثه والرابعه. خلينا نقول يعني العدد المركب بعد عرفناه بنات وعبرنا هاي السالفه، عدد مركب بحقيقي وبتخيل، ولازم اكو هاي الصيغه العاديه. بنات لازم جمع، طرح، ضرب، قسمه، نظير جمعي، نظير ضربي، مرافق، هذا احتاجه. اي مرفوع الاس احتاجه، قوس مرفوع الاس كلش احتاجه، تمام؟ بالاضافه الى الصيغ مال عدد المركب، اخاف ما ذكرتها المحاضره الاخيره، اكو صيغتين راح نحتاج نسولف عليها المحاضرات الجايه، الصيغه العاديه انه عرفها انه يكون بحقيقي وتخيلي واي، والصيغه الثانيه اللي اسمها ديكارتي الكارتيجين فورم. هاي بنات من يوصل يعني المحاضره الجايه وبعدها احكي لكم عليها ان شاء الله. كاسئله راح نحكي بكل الاسئله الوزاريه المتعلقه، اسمعي. يا اما راح يقول ضع بالصيغه العاديه، تمام، اللي هي عباره عن قلنا حقيقي وتخيل واي، او اسئله على اثبت انه جاي وزاري، او اسئله متعلقه بالنظير الضربي كلش مهمه، الى اخره بنات من الاسئله الوزاريه المتعلقه بالنوع الاول، انا مسميه اثبت انه، بسط، ضع بالصيغه العاديه، متفقين؟ هوايه اسئله بنات، يعني اليوم محاضرتنا اذا حلينا 13 سؤال حنسوي انجاز ان شاء الله، بس انتبه على راح تشيل. بنات 13 سؤال، اول خمسه مو وزاريات، مال كتاب، تمارين الكتاب، متفقين؟ فمو اسئله قويه، اسئله اعتياديه، بس قلت لك ما اريد اعبر وانا عايف سؤال برقبتي حتى وان كان سهل. بس من السؤال تقريبا السادس وفوق لا يبدي اول سؤال وزاري بنات، متفقين؟ فاول خمس اسئله سات ذني كلها نعرف لها، اعرف بنتي بس ذني من تمارين الكتاب، فحتى نمشي مشيه صحيحه، اول خمسه نراجع معلوماتنا. من السادس سؤال لحد 13 14 قد الحق كله وزاري بنات بعد، تمام؟ من نوصل سؤال وزاري مكرر اقول لكم دير بالكم مكرر. زين، بايش راح نبلش؟ راح ابلش باول صيغه سؤال، اسمعوا. هذا بنات من الاسئله المعروفه بالوزاري، ويجي اول ما تمشي ورقه الوزاري اول سؤال فرع الف، اذا اجى طبعا، تمام؟ فصل اول ب10 مواضيع، فاذا اجى بنات هذا يكون مكانه اول سؤال. كلش مهم ومكرر هواي وزاري، اسمعي. يقول ضع كل مما ياتي بالصيغه العاديه للعدد المركب. يعني ابسط صح؟ لا مو بس ابسط. بنات قال ضع كل مما ياتي بالصيغه شنو؟ الصيغه العاديه المتميزات النورمال فورم، قصده لازم العدد المركب بجزء حقيقي وتخيلوا شنو؟ السالفه ندري بها، لا مو هاي السالفه، اسمعوا. إذا مثلا حليت السؤال وطلع به بس جزء حقيقي إجباري تخلون صفر آي، وإذا حليت السؤال وطلع به بس جزء تخيلي إجباري الحقيقي إيش تخلوه؟ أستاذ الصفر ما يأثر بنتي، مو هو قايل أريد صيغة شنو؟ من تجين تتعمقين بالسؤال الصيغة العادية معناه أكو لازم جزء حقيقي وجزء تخيلي بصفه شنو؟ صف آي. فانتبه ركز زين، لو قايل بسط عادي طلع لي 8 اي ناتج خلاص هاي بقى الصفر اخليه وما اخليه بكيفي، عرفتي قصدي؟ من يقول لي بسط لي السؤال بسطته وكملت فرح طلع لي 8 اي، ما مجبوره تخلين صفر زائد 8 اي فرح. بس اذا قال لكم بنات ضع بالصيغه العاديه اجباري اريد حقيقه واريد تخيلي. اوكي؟ زين. اتفقنا بيناتنا اول خمس اسئله ركيكه، يعني انا قلت لك المفروض احنا نتعداها بس دراجه. نبدي باول سؤال. نتناقش بعد بياناتنا، خلص بنات عبرنا مرحلة انه بس انا اعلمكم، صح؟ هسه لا، عندي طلاب يعرفون يحلون اسئلة وياه ان شاء الله. قبل قلت لك انت انا اطرح المعلومة، هسه خلينا نتناقش بياناتنا. بنات شنو مشكلة هذا السؤال؟
شو المشكلة؟ أضرب البصل المقام بمرافق المقام؟ هو ما عندي مقام أصلاً صح؟ عندي قوسين بيناتهم شنو؟ ضرب. زين شو أسوي لهم؟ أوزع توزيع عادي، سهل هذا، مو قلت لك أنا أول خمس أمثلة تحملوا لي سهلات كلش. راح أجي أوزع توزيع عادي مثل ما متعلمين، ويساوي 10 في 0 أكو داعي أكتبه؟ ماكو داعي، عمي صار لي أكتب لنا 10 في 0 0. 10 في 6 أي زائد 60 أي. 3 أي في 0 همينة زائد 0. 3 اي في 6 اي 18 اي تربيع، شيل الاي تربيع شو يصير؟ سالب 18، بس خلصنا مو صح؟ 3 اي في 6 اي زائد 18 اي تربيع، شلت الاي تربيع صار سالب 18. زين هاي الصفاره ما لها داعي صح؟ بنات العدد المركب لازم اول شيء منه حقيقي تخيلي اي، فيرى لترتيب ويساوي هنا رتب لك اياه، ويساوي بالبدايه منه سالب 18 زائد 60 اي. خلصنا. استاذ جيب لنا هيك اكيد لا بنتي هذا حماء، هسه نحمل احد ما نوصل الاسئله اريدها. سؤال عادي حاصل ضرب عددين مركبين وزعنا توزيع اعتيادي بنتي، طلع لي حقيقي وتخيلي هي هاي الصيغه شنو؟ العاديه، هو دا يريد عدد مركب بالصيغه العاديه، اذا هذا اول سؤال بنات انتهى. اسمعيني. سؤال ثاني. باع على يدي بنات ذول العددين المركبين شنو بياناتهم؟ جمع. زين اقول لكم نتذكر شلون كنا نجمع، اجمع حقيقي ويا حقيقي وتخيلي ويا تخيلي. زين اقدر اجمع بنات؟ ليش؟ سباعي اكو تربيع صح؟ هذا لو ماكو تربيع استاذ حكيك صح، اجمع راسا حقيقي ويا حقيقي وتخيلي ويا تخيلي. اكو عندي مشكله صغيره قبلها، انه هذا القوس بالبدايه عليه شنو؟ زين اذا عليه تربيع شو اسوي له؟ مربع حداني مو صح؟ زين يعني بنتي ما يصير ابد اجمع؟ لا استاذ اول شيء تعال هنا انا باع على ايدي، افتح لنا هذا مربع حدانيه وهذا خطيه ايش بيه؟ ينتظر هذا، هذا ما بيشكال، فهذا راح ينتظر اكمل مربع حدانيه وبعدين صدق يصير عندي حاصل جمع عددين مركبين، باع علي. بنات مربع حدانيه اتفقنا؟ مربع الاول 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني. مربع الاول 2 تربيع 4، 2 في الاول في الثاني 2 في 2 4، في 3 اي زائد 12 اي زائد مربع الثاني زائد 9 اي تربيع، شو يصير؟ ناقص 9. اسد القوس بنتي، زائدا هذا ينزل 12 زائدا شنو؟ 2 اي. زين هذا يرد لتبسيط بعد صح؟ 4 زائد 12 اي ليش؟ لان ما يصير اجمع حقيقه ويتخيل، عبرنا هاي المرحله الحمد لله والشكر. 4 وسالب 9 سالب 5 زائد 12 اي زائد 12 زائد 2 اي. هسه صارت صدق عندي حاصل شنو بنات؟ حاصل جمع عددين مركبين، يعني شلون نجمع؟ حقيقة ويا حقيقة وتخيل ويا تخيل. إذا الإشارات مشابهة نفس الإشارة وأجمع، الإشارات مختلفة إشارة الكبير نطرح. زين ويساوي لي سالب 5 وموجب 12 7 موجب 12 آي و2 آي زائد 14 آي. أقول 14 آي تربيع، هاي جمع من أجمع أجمع بس المعاملات بنات، متفقين هنا؟ هذه سؤال خفيفات مال الكتاب بعدنا. زين نعبر السؤال اللي بعده بنتي، هو من دا يقول لي بسط اوضع بالصيغه العاديه، معناه سؤال بيفت مشكله صح؟ انا لازم اعرف شنو المشكله وشلون احلها، بس ها هي لا تخافون اساسياتنا اللي تعلمناها باربع محاضرات راح نشمرها بدون الاسئله بدون اي خوف. اسمعي شنو مشكله السؤال هنا بنات؟ اكو اي بالمقام مو صح؟ اكو عدد مركب بالمقام بنات يصير له حرام. قلنا استاذ حرام، لا عاد شو نسوي؟ نضرب البسط والمقام بمرافق المقام حتى تخلص من عنده. زين ورا ما نضرب البسط والمقام بمرافق المقام اكو طريقه شو نقول؟ الفوق نوزع والجو نربع مو؟ زين اسمعين هنا ويساوي لي. طبعا وحده تقول اقول لك استاذ عادي اخلي صفر زائد اي؟ عادي المرافق صفر ناقص اي، صير سباعية عادي ما تخلين صفر مو الا، بس اذا خليتي مو غلط ابدا، متفقين؟ قلت لك اذا احاول
الاسئله اللي تجي ببال الطالب انا اشرح لك اياها بدون ما تسالين. 12 زائدا اي على اي، استاذ اكو عدد مركب بالمقام، حرام افتهمت يا معوده صبري. راح نجي نقول في سالب اي على سالب اي، صح؟ لان هو اذا هنا صفر زائد اي معناه المرافق صفر ناقص اي، استاذ ماكو داعي نكتب الصفر احنا مو صغار. زين وراها شو نقول؟ الفوق نوزع والجوة، بس هو حتى الجوة سهل مو مال الربع صح؟ زين استاذ اذا اريد اربع الجوة شنو؟ وين الحقيقي؟ وين التخيلي؟ جايش بنتي. ويساوي، تعالي نوزع الفوق على كيفنا اول شيء. 12 في سالب اي سالب 12 اي موجب اي في سالب اي سالب اي تربيع يعني موجب واحد، صح؟ بنات 12 في سالب اي سالب 12 اي موجب اي في سالب اي سالب اي تربيع. احنا قلنا نوخر الاي تربيع ونبدل اشاره الوياء، ناس قد معامله واحد، هو سالب صار موجب. زين المقام بنات، المقام اذا نريد على طريقتنا الحقيقي تربيع، والله زائد التخيلي تربيع بدون الاي، حقيقي ايش قد؟ صفر ربعي. تخيل ايش قد؟ واحد ربعي. خلصنا. اعيد، اذا على طريقتنا استاذ ماذا القى حقيقي وتخيلي؟ صبري بنتي، ايش قد الحقيقي بنات؟ صفر ربعي، والله شنو؟ زائد التخيلي واحد، مو اي، مو اي بنات، تخيلي واحد، المعامل هو واحد تربيع واحد. خلصنا. زين اذا ضربتها باعتبارها سهله، هي اي في سالب اي تربيع اللي هو موجب، نفس المبدا صح؟ فاذا تريدين حقيقي تربيع تخيلي تربيع والله زائد الكلاوات مالتنا يمشي كله، اتفقين؟ زين بنات كل شيء على واحد ينزل نفسه مو صح؟ راح يصير ويساوي لي سالب 12 اي زائد واحد. اكو خلل صغير عندي، شنو هو؟ حق يعني ارتب مو بالبدايه الحقيقي بعدين التخيلي، يعني هذا راح يقول له انت ماخذ مكاني، يقول له تعال انت هنا، ويقول له تعال انت هنا، ابدل اشاراتهم؟ لا بنات، شو وقت نبدل اشارات بنتي؟ اذا عبرت بعد اليساوي، اذا نقلت بعد اليساوي بنات تبدلون اشارات، اتفقين؟ انا بس دا اقدم الحقيقي يجي هنا والتخيلي يجي هنا، فراح يصير وي يساوي واحد ناقصا 12 اي. خلصنا. صيغه عاديه لو مو عاديه هاي؟ هي شنو قصد عاديه؟ حقيقي تخيلي اي، متفقين بنتي؟ زين استاذ سهلات عبر، صبري الله يخليك. اكو مشكله بهذا السؤال مو؟ توزيع اقواس؟ لا. مربع حدانيه؟ استاذ شنو العدد اكو؟ اكو عدد مركب بالمقام، اذا هاي مشكلتنا. هنا استاذ همي انا ترى كان اكو اي، اكو عدد مركب بالمقام، واتفقنا استاذ نقول حرام ما يصير. زين نفس المبدا بنات، هنا عندي مشكله استاذ، دائما راح نحل هاي المشكله من يكون عندنا عدد مركب وين؟ بالمقام. تعرفون شو تسوون صح؟ نضرب البسط والمقام بمرافق المقام، الفوق نوزع والجو نربع، شوي شوي راح تصير سهلة عليكم. ويساوي 3 زائد 4 اي على 3 ناقص 4 اي. زين هو المرافق هو من هو؟ هو نفس العدد المركب مع تغيير إشارة الجزء التخيلي، فراح نقول بنات في 3 زائد 4 اي على 3 زائد 4 اي. استاذ الفوق نوزع والجو نربع، هذا الفوق توزيع عادي والجو من نقول الربع، اني تفهموني صح؟ حقيقي تربيع والله زائد التخيلي تربيع بدون الاي، يعني لا حد ربع الاي، الله عليك. اسمعي نجي نوزع الفوق على كيفنا، ويساوي 3 في 3 9، 3 في موجب 4 اي موجب 12 اي، 4 اي في 3 زائد 12 اي على كيفك بالاخير، موجب 4 اي موجب 4 اي موجب 16 اي تربيع، سباعيه سالب 16 على كيفكم، هنا حقيقي تربيع 9 والله زائد التخيلي تربيع بدون الاي سالب 4 تربيع، اربع الاي
اذا اربع الايه راح يصير اي تربيع وهذا راح يصير سالب، انقلب السؤال كله غلط صار. بنات المقام دائما عباره عن رقم زائد رقم، تفقين؟ رقم والله زائد رقم بس، خلاص ها هي، لا تربعين لا اي ولا شيء. هي من دا اقول تخيلي تربيع، التخيلي هو المعامل مال اي. زين بنات 19 ويا السالب 16 ايش قد؟ العفو قد 19 اني؟ 9 9 وسالب 16 سالب 7 موجب 12 اي، موجب 12 اي موجب 24 اي على ايش قد؟ 9 و16 على 25. اسمع يا بنتي هنا، هل هاي صيغه عاديه؟ لا، لان العاديه حقيقي تخيلي واي. استاذ شنو هاي؟ اسم اصبر بنات، هاي ال 25 هذا اني وهذا انتم، مالتي لو مالتكم؟ صح؟ لان احنا اثنيناتنا فوق وهي جوه، فهاي ال 25 مالتي اني سالب 7 وهاي ال 25 مالتكم انتم ال 24 اي بنات. فش اسوي؟ اوزع البسط على المقام، هاي السبعه تاخذ ال 25 بحده وهاي بنات ال 24 اي تاخذ ال 25 بحده. وش راح يصير؟ ويساوي لي سالب 7 المقام ايش قد؟ هات 25 والله وياك، زائدا 24 هاي المقام ايش قد؟ طيب 25 خلي تروح على 25 اي. هسه اذا نصف بنات هذه شنو الصيغه؟ لا هاي الصيغه كلها شنو هي؟ عاديه. هذه هي بنات الصيغه العاديه، النورمال فورم هو الصيغه العاديه، هو طلب ضع كل مما ياتي بالصيغه العاديه، لازم حقيقي تخيلي اي. اتفقين؟ بعدنا استاذ شو اسئله سهله، بس قول يا الله وانطيني مجال دراجة، اعتبري دراجة بنتي. أعبر؟ تأكدين؟ ها بنتي؟ ايش اسمه بعد؟ ما تقسموا بنات. أنا ما أجيب هيك أسئلة كذب، يعني جزء الامتحان اليوم كان أصعب من هالأسئلة. فما أجيب بنات أنا هيك، قلت لك هذا حماء. يلا نرجع. شنو مشكلته؟ اكو عدد مركب بالمقام، نفس المبدا شنو نسوي؟ نضرب البسط والمقام بمرافق المقام. اذا استاذ هي المشكله بس هاي حظل؟ لا بنات اكيد راح نبدي نجمع مشاكل هواي بسؤال واحد، بس دا نتعلم او دا نرد نراجع معلوماتنا. اكو عدد مركب بالمقام، ان اقول لكم عادي شو تقولوا لي؟ حرام استاذ ما يصير. ايش راح نسوي؟ تعال عيني. اي على 2 زائد 3 اي. نضرب البسط والمقام بمرافق المقام، الباليتشي. في شنو؟ في 2 ناقص 3 اي على 2 ناقص 3 اي. اي ملاك شو نسوي هسه؟ الفوق، انت مو ملاك؟ ايه؟ الفوق نوزع والجوا نربع، باليدي. ويساوي اي في 2 اي في 2 2 اي، لا ما اكتب اي في سالب 3 اي سالب 3 اي تربيع، يعني موجب 3. استاذ عادي بعد ما اخليها تربيع؟ طبعا مسموح بالوزاره بنات، متفقين؟ موجب 3. نجي الحقيقي تربيع 4 والله زائد التخيلي تربيع بدون الاي 4 زائد 9 ويساوي. بنات هم من الفوق راح اقدم الحقيقي وبعدين التخيلي، اوكي؟ تشوفون 3 بالبدايه بعدين شنو؟ زائدا 2 اي الكل على ايش قد؟ اعوف هيجي؟ لا. زين هاي 13 مالت من؟ مال 3 ومال 2 اي، كل واحده نطيها 13 واقولها الله وياك. هاي الثلاثة على 13 والاثنين اي على 13 باي، ويساوي لي 3 على 13 زائدا 2 على 13 شنو بنات؟ اي. هذه هي صيغة عادية للعدد المركب. لو انا قايل بسط عادي يبقى هيك بسطتيه، لانه بنتي انت البسط انت حليتي المشكلة من اكو عدد مركب بالمقام،
بس احنا بنات خلينا نتعلم، حتى لو قايل لي بس اوصل لهاي المرحله يلا عوف السؤال، متفقين؟ بس من يقول لك بنتي صيغه عاديه ده ياكد على ضروره انه يكون اكو حقيقي تخيلي هاي. زين خلصنا من اول ست الخمس اسئله عفوا اللي قلت لك اعتياديه، يعني راجعنا بصوره سريعه المحاضرات كانما اللي فاتت من انا ورايح كله وزاري. بعد من انا نهايه الفصل هاي خمس محاضره صح؟ يعني نحتاج اربع محاضره بنات، ما راح احل غير الاسئله الوزاريه. هسه راح يجي صراكم انتظام بعد. الراح بنات وحد حتى اذا درجاتكم مو كلش عادي، منا بنتي بعد خلص نتعود شلون نحل اسئله وزاريه. اسمع بنات يلا نتساعد بيناتنا بعد، مو صح؟ مو بس انا احل، ساعديني انت. اذا اجانا هذا السؤال بس اسمع شلون تباعون على السؤال بدون خوف. بعد بنتي علي دي. عدديا مركبين اول شيء بيناتهم شنو؟ اكو اشاره طرح، والطرح السالب يخوف مو؟ لان السالب تعرفون يقلب ما يخوف؟ يقلب اشارات يعني دير بالك من عنده. زين. بعد هل اقدر ادخل السالب على القوس؟ لا. لان اكو تربيه، بقى انا افكر باللي ممكن الطالب يفكر به. استاذ ما يصير، يا ما عاد ادخل الموزع، لا استاذ مو هنا اكو شنو؟ اكو تربيع على هذا استاذ ما علينا بهذا القوس، ادري بنتي صبري. على هذا القوس اكو تربيع وعلى هذا القوس اكو تربيع، فما تقدر توزع السالب. زين شنو باكم مسوي؟ مربع حدانيه صح؟ بهذا القوس افتح مربع حدانيه وبهذا القوس افتح مربع حدانيه. زهراء يصير اوزع سالب انت؟ لا استاذ بس اصبر، هذا ما يتوزع واكو اس هنا. فاول سالفه راح نبلش بها انا وياكم نفتح القوسين مربع. اخذنا مربع حدانيه مو؟ هاي اساسيات انجمعت السؤال الوزاري ويساوي. مربع الاول واحد، اثنين في الاول في الثاني، اثنين في واحد في جذر ثلاثة اي ناقص اثنين جذر ثلاثة اي زائد مربع الثاني زائد لا مو تسعة، جذر ثلاثة من مربع ثلاثة، متفقين؟ زائد ثلاثة اي تربيع شو يصير؟ ناقص ثلاثة، متفقين كنا؟ زين سد القوس كملت السؤال بعد ليش مربع حداني الاخ ناقص ينزل مربع الاول أربعة اثنين في الاول في الثاني اثنين في اثنين أربعة في جذر ثلاثة اي ناقص أربعة جذر ثلاثة اي زائد هم والله زائد ترى هي هاي مربع الثاني زائد ثلاثة اي تربيع شو يصير؟ ناقص ثلاثة. زين هسه قبل لا اوزع بنات هم اكو حقيقي وحقيقي مو؟ لا ماكو تخيلي تخيلي، قصدي هذا القوس الواحد بذول ينجمعون وهذا القوس الواحد بالاربعه وسالب ثلاثه هم ينجمعون مو؟ تابعي ويساوي الواحد وسالب ثلاثه بنات سالب اثنين وهذا ينزل سالب اثنين جذر ثلاثه اي هذا نزل اول قوس ناقص اربعه ناقص ثلاثه واحد ناقص أربعة جذر ثلاثة آي. لو هذا كان إشارة جمع كان مباشرة حقيقي ويا حقيقي وتخيلي ويا تخيلي ومع التأكد إنه هل أقدر أجمع لو لا، لأنه أكو شنو بنات جذور، بس الجذور مش شاب هنا مو، بس أنا الإشارة شنو يعني شمس سالب شبيه يدخل على القوس شو يسوي إشاراته؟ زين يا أما مثل ما اتفقنا انه اذا تريدين تبقين اقواس العدد المركب الاول ايش بيه؟ ينزل نفسه باقواس، اشاره الطرح ايش تتحول؟ جمع، والعدد المركب الثاني اقلب اشاراته. وراها حقيقي وحقيقي وتخيلي وتخيلي، او اتفقنا بنات وخر الاقواس بس مجرد توزيع وخر اقواس خلي تولي الاقواس بعد. بس دير بالك لازم هذا اوزع على القوس اللي بعده واكمل، يعني شلون؟ هذا ما يتاثر بالسالب اكيد راح ينزل بدون اقواس. سالب اثنين سالب اثنين جذر ثلاثة اي سالب بالموجب سالب واحد سالب بالسالب موجب اربعة جذر ثلاثة اي صارت هوسة. لا لا تخافين من عندي هيك بنتي هوسة اربع خمس حدود ادور اجمع حقيقي ويا حقيقي مو ولا مرتبات بين اقواسية. هذا حقيقي سالب اثنين ويا من ويا سالب واحد شي يصير سالب ثلاثة، وعندي هذا بنات جذر ثلاثة اي، جذر ثلاثة اي ينجمعون لانه الجذور مش شابهة، ايش نجمع قلنا؟ معاملات، فعندي هنا هذا تخيلي
وهذا تخيلي. باليدي ويساوي لي سالب 2 وسالب 1 سالب 3. سالب 2 جذر 3 اي، موجب 4 جذر 3 اي، موجب 2 جذر 3 اي، لانه سالب 2 وموجب 4 يبقى لي موجب 2. اذا بنات هذا السؤال الوزاري عليه 10 درجات، مو صعب صح؟ بس يرى تسلسل افكار. حتقول استاذ تقدر تسوي لنا خطوات حل؟ لا لا، مره تفتحين مربع حداني بعدين تجمعين، مره مرافق بعدين ما اعرف شو تسوين، وياكو تفاصيل بنات فهم. زائد احنا نتعلم بناتنا نمشي على تسلسل حسب الاولويه. حتشوفون كلامي بهذا السؤال السادس او السابع العفو، واحد من الاسئله المهمه بالوزاري، بس اكيد مو هذا المستوى اللي نريد نوصل له. لا، هاي كاول محاضره نحل اسئله، نعمه من الله ذني، بس قلت لك راح نوصل مستوى ابعد بهوايه. اسمعوا، خلينا نبوع عليكم على هذا السؤال هيك نصفن له شويه. كم مشكله بيه؟ لا كم مشكله بيه؟ ثلاث مشاكل قصدكم؟ لا ثلاثه المشكله، ثلاث مشاكل. اسمع بنات، من اجي ابوع على السؤال شنو مشكلته؟ انا دا اشوف مشكلتين. اكو عدد مركب بالمقام والقوس مرفوع الاس 3 اللي هو فردي. زين، انا كاستاذ اكيد اعرف من ابدي. استاذ لا، هسه انا طالب وياكم اقول لكم بنات احنا عندنا نحل سؤال بيناتنا، عندنا مشكلتين، اكو اي بالمقام والقوس مرفوع الاس قد، مين ابلش؟ للقوس صح؟ اكيد باو هي الحلين صح، بس اذا جتي واحده فكرت انه تتخلص اول شيء من هذا التكعيب، تعرفون من عندنا قوس مرفوع الاس فردي لازم شو اسوي؟ اسحب قوس. بس باو وياي، يعني ايش راح تسوون انتم؟ راح تسوون قوس عالي ايش قد؟ والقوس الاخ ما عليه شيء صح؟ راح تسوون بنات هذا تعيدوا مرتين، يعني لازم هنا تضربون البسط والمقام بمرافق المقام، ولازم هنا تضربون البسط والمقام بمرافق المقام، صح؟ عرفت شنو قصدي؟ اذا قبل لا تبسطون المقام سحبتوا قوس بنات راح يطول السؤال. لازم هنا مرافق وهنا مرافق. فالاسهل لكم انه نتخلص من منو؟ من الآية بالمقام. حتى يصير عدد مركب واحد مبسط، بعدين اروح اباوع عندي قوس مرفوع الاسفردي عادي شو اسوي؟ اسحب قوس. متفقين؟ فشمس بنتي من قلتي اسحب قوس هي حكايتي الصحيحه، بس راح يطول السؤال. تخيلي انت هذا القوس حتسحبين واحد نفسه بصفه. هو هذا القوس المشكله بمشكله. بمشكله بآية بالمقام. فلازم مرتين هنا مرافق وهنا مرافق، يطول السؤال عليكم لا اكثر ولا اقل ترى. عرفت قصدي؟ فنجي تسلسل مشاكل. استاذ هي مشكلتين ان شاء الله بسيطات علينا. هنا عندي قوس مرفوع الاس شنو؟ قوس مرفوع الاس فردي، وعندي شنو بعد؟ عندي عدد مركب وين؟ بالمقام. نصيحتي لكم كانت انه نبلش من الايل بالمقام، يعني اتخلص من العدد المركب اللي وين صاير؟ حتى ليس قوسين ومرتين مرافق. فهنا بنات واحد راح ابلش بهذا اخلص واكمل، لا تنسون يبقى عندنا اس فردي نعرف شو نسوي له، مو صح؟ الفردي يرهم اثنين برقم؟ لازم شو اسوي؟ اسحب قوس من عنده، باي ويساوي 3 زائد اي على 1 زائد اي. اذا عندي عدد مركب بالمقام اضرب البسط والمقام بمرافق المقام. بنات لا تنسون الكل شنو؟ الكل تكعيب. بقي هالمشكله بعدين نحلها. هسه اجي الفوق، الفوق نوزع والجو نربع على كيفي بهدوء، ويساوي لي 3 في 1 3، 3 في سالب اي سالب 3 اي في 1 اي، موجب اي في سالب اي سالب اي تربيع، شو يصير؟ موجب 1. نغلط بهذا المقام؟ ايش قد المقام؟ 1 زاد 1 مو؟ الحقيقي تربيع 1، والله زائد التخيل ايش قد بنات؟ ايش قد التخيلي؟ مو اي، 1 زائد 1 الكل تكعيب.
زين المشكله الكبيره قاعد تمشي انا استاذ لا سهله هاي السالفه مال القوس مرفوع الاصفار دي مو جاب ثلاثة ومو جاب واحد أربعة سالب ثلاثة اي ومو جاب اي سالب اثنين اي الكل على شقد والكل بنات تكعيب غلطة يغلطون بها الطلاب شنية عفوا يقول لي ليه الغلطة شنية يختصرون الاثنين يا ما ويا الأربعة ويا من زين صار اختصراني لا لأنه بنات الفوق بيناته جمع وطرح فكل واحد من هذا الفوق ياخذ المقام بوحده يعني اوزع البسط على المقام متفقين؟ زهرة شو تقول لي صار اختصر؟ خبل اثنين اربع راس اختصرها لو ما يصير لان هذا المقام من حق الفوق مال كل هذا مال حقيقي ومال تخيلي واذا اكو عشر حدود فكل حد بنات ياخذ المقام بوحده وايش راح يصير؟ ويساوي لي اربعه على اثنين ناقص اثنين على اثنين اي الكل شنو كل تكعيب اربعة على اثنين ناقص اثنين اي على اثنين اربعة على اثنين ويساوي الاثنين ناشب قالي بنات ناقص اي الكل تكعيب تخيل هذا الحكي تعيدي مرتين مو اذا سحبتي قوس من البداية كان كم مقام صار عندنا بنات يعني هذا القوس سحبت يمه واحد كان ضربت البسط المقام بمرافق المقام وهذا من ضربنا البسط المقام بمرافق المقام الفوق نوزع والجو نربع يتعاد الحكي مرتين هو اطول لا اكثر ولا اقل فهمتوا قصدي بنات عرفتي فرع شنو قصدي فانا تخلصت من العدد المركب بالمقام هسه بقت عندي مشكله صغيره شنو يا نور تكعيب زين التكعيب نور فردي لو زوجي شو اسوي للفردي؟ اسحب قوسي شفه مو صح؟ يعني بنات اسمعوا نراجع شويه اذا اجاني قوس 4 6 8 اكو داعي اسحب قوس؟ هذا زوجي السته اسوي 2 ب 3 ال 8 2 ب 4 ال 10 2 ب 5 اذا اجى 11 اسحب قوس من اسحب قوس يصير 10 ال 10 2 ب 5 متفقين؟ فبنات هنا مشكلتي الجايه استاذ احنا حلينا اول مشكله الحمد لله والشكر عدد مركب بالمقام هسه عندي مشكله انه عندي قوس مرفوع الاس شنو فردي ويساوي 2 ناقص اي هو ايش قد 3 اخذت من عنده واحد يبقى لي تربيع وهنا بنات شنو 2 ناقص اي قوسين بيناتهم ضارب شو اسوي لهم نعم اقدر اوزع ليش لان القوس الاول شنو عليه صار ما تعبر عليه انت راي السالفه صارت سهله هذا القوس عليه تربيع افتحه مربع حداني باع على يدي ويساوي مربع الاول أربعة اثنين في الاول في الثاني ناقص أربعة اي زائد مربع الثاني زائد اي تربيع شو يصير سالب واحد في اثنين ناقص اي شو بقى لي بنات قبل لا اوزع اربعة ناقص واحد حيصير ثلاثة ناقص اربعة اي في اثنين ناقص هسه مجرد شنو توزيع اعتيادي بنات مجرد اقواس اوزعها ويساوي ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في سالب اي سالب ثلاثة اي سالب 4 اي في 2 سالب 8 اي سالب 4 اي في سالب اي موجب 4 اي تربيع شو بقى سالب 4 يعني بالاخير 6 ناقص 4 2 سالب 3 اي وسالب 8 اي سالب 11 اي خلصنا لبعد خلص هاي صار عندي عدد مركب بالصيغه العاديه هذا بنات عدد مركب بجزء حقيقي وجزء تخيلي فاكيد هي الصيغه العاديه مالته فمباوعنا على السؤال بنتي كم مشكله كانت فيه مشكلتين صغيره اكو اي بالمقام واكو قوس مرفوع الاس قلت لكم انا اذا اول شيء سحبت قوس راح يصير عندنا مش يطول السؤال وما تقدرين تحليه فاول شيء تخلصت من المقام فوق نوزع الجو نربع بسطت كملت لو باقي هيك السؤال كان خلص مو
بس عندي مشكله صغيره. شنو هي؟ تكعيب، يعني قوس مرفوع الاسفردي اسحب من عنده شنو؟ قوس. بس اي اسمع نكمل حل امثله. بس هسه صدق ذن الامثله اللي مكرره وزاري، طبعا مو جاي وزاري، مكرره بالوزاري. قلت لكم انا تقريبا من سؤال السابع وفوق اسئله جدا مهمه، الثامن والتاسع من الاسئله المكرره هوايه. بنات العاشر والدعش هذني مثالين، واكو بعد هوايه غيرهن. تعرفون يغير الرقم الفوق والرقم الجوه، تمام؟ هل احنا في السؤالين الثلاثه نكتفي بهن، الباقي تكون هوم وركات عليكم، لان هي نفس المبدا. فهمت قصدي؟ يعني بالوزاري جاي واحد ناقص اي اس 7 على 8، وجاي واحد ناقص اي اس 9، وجاي واحد ناقص اي اس 15 واس 11 واس واي ارقام جايه، تمام؟ نفس هذا المثال، فراح نحل سؤالين او ثلاثه احنا، والباقي اكيد حتكون هوم ورك عليكم بالمحاضره الجايه، متفقين؟ زين. السؤال الثامن والتاسع بنات همينا سؤالين مكررات متشابهين. راح احل هذا اني قوسين عليه تكعيب، وراح احل لكم هذا، واكو هوم ورك مشابه لباع الهوم وركات قلت لكم مشابه عليه اس 5 وزاري مكرر مرتين. فذن اثنين عليه الثالث يكون هوم ورك عليكم حتى نكمل الماده كلها، ما نعرف اي شيء. اسمعوا. من اجي بنات ابوا على السؤال نفس الصيغه بعدني، ضع ما ياتي بالصيغه العاديه اللي لازم بها حقيقه وتخيل، يعني ابسط السؤال. شو المشكلة هذا القوس؟ من اجى على الجو اكو عدد مركب بالمقام؟ اذا ما بي مشكلة واحدة شنو هي؟ تكعيب، صح؟ عندي القوس عليه تكعيب، يعني قصدكم قوس مرفوع الاس فردي. شو اسوي؟ اسحب قوس. زين. خلصت لقيت اشارة جمع بيناتهم. والقوس الثاني بنات همين الداخل ما بي مشكلة بنتي. بس هم عندي مشكلة انه قوس مرفوع الاس فردي. تمام؟ فراح اشتغل هنا شغل ونفسه اعيد هنا. بنات العده قوس مرفوع الاس فردي شو يسوي؟ اسحب قوس. انتبه على ايدي. ويساوي على كيف نحل؟ واحد زائد اي هو ثلاثه، اخذت من عنده واحد الشبقة تربيع، في شنو؟ في واحد زائد اي. هذا القوس الاول. بيناتهم زائد، هنا بنات واحد ناقص اي شنو؟ تربيع في واحد ناقص اي. هسه اجى على هذا اس زوجي اللي هو اصلا تربيع، اقدر مباشره افتحه مربع حداني، هذا ينزل. نفس المبدا، هذا قوس عليه تربيع راسا افتحه مربع. بنات احنا لكثره حل الاسئله نعرف الواحد زائد اي تربيع شو يطلع؟ 2 اي. والواحد ناقص اي تربيع شو يطلع؟ سالب 2 اي. بس هي مو حفظ، انا باعي استاذ راح ارد افتح لك مربع حداني واحده واحده. ما اظل اختصر بالحل. ويساوي مربع الاول واحد، اثنين في الاول في الثاني زائد شنو؟ 2 اي، زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو شنو؟ ناقص واحد، في واحد زائد اي. اسد القوس، شنو بيناتهم؟ زائد. نفس المبدا، مربع الاول واحد، اثنين في الاول في الثاني ناقص 2 اي، زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو سالب واحد، في شنو؟ في واحد ناقص اي. زين. شنو عندي هسه بنات؟ هذا الموجب واحد ويا السالب واحد. استاذ مو قلنا لك من البدايه؟ وهنا همين موجب واحد ويا سالب واحد. اقدر هسه انا اوزع، لا بس خل اشوفك على كيفنا واحده واحده شنو اللي بقالي. بقالي هنا بنات شنو؟ 2 اي بيش مضروب؟ في واحد زائد اي، زائد ناش بقالي؟ سالب 2 اي، في شنو؟ في واحد ناقص اي. شنو بالكم نسوي؟ اوزع، اوزع هاي الاثنين اي على الواحد وعلى الاي، وهاي السالب 2 اي اوزعها على الواحد وعلى هذا السالب اي على كيفي بدون ما اغلط. ويساوي 2 اي في واحد 2 اي، 2 اي في اي 2 اي تربيع يعني سالب 2. تعرفون الموجب ما ياثر على الاشاره، صح؟ راح يبقى هذا سالب. سالب 2 اي في واحد سالب 2 اي، سالب بنات هذا لو سالب لا كان قلب اشاره، دير بالك، بس موجب ما ياثر. سالب 2 اي في سالب اي
موجب 2 اي تربيع يعني سالب 2 سالب 2 اي في 1 هيانا سالب 2 اي سالب 2 اي في سالب اي موجب 2 اي تربيع شو يصير بالاخير سالب 2 زين شو عندكم بنات السه حقيقي حقيقي وتخيلي تخيلي سالب 2 سالب 2 سالب 4 موجب 2 اي سالب 2 اي شبيه يروح اذا بقالي ويساوي لي سالب 2 وسالب 2 سالب 4 خلصت ليش زائد 0 اي ليش صيغه عاديه استاذ واذا بنات صيغه العاديه حقيقي تخيلي اي هذا العدد مركب بي بس حقيقه استاذ اصبر سلزقه اكتب سالب 4 زائد شنو لان هو قال ضع كل مما ياتي بالصيغه العاديه متفقين صعب بنات قولي عادي طبعا يعني قصد هذا زائد وهنا بين قوسين كل واحد بعدك طبيعي 100% براحتك هنا بس لا تخافين بس لو سالب دير بالك سالب يقلب اشارات لازم تنتبهين بالضبط فبنات مشكلتي كان عندي قوس مرفوع لاس فردي وسالفه الفردي بس استاذ اسحب قوس تنحل السالفه زين السؤال الثاني بالوزاري والكتاب طبعا هو هذا قوسين بنات اول شيء بيناتهم دير بالج سالب انت قولي شنو طفي سبلت بيناتهم سالب السالب استاذ ايش فيك خايف من عنده اول شيء ما تقدر توزع بنتي انا بدي انبهش على السالب دير بالج اقلب اشارات لانه ممكن تغلطين بسبب هاي الاشاره هذا القوس داخله اكو شيء لا يعني ما عندي عدد مركب بالمقام حتى ابسطه لا استاذ مشكلتي انه انا عندي قوس مرفوع الاس ايش قد والاربعة ايش بيه الزوجي سهل مو يحتاج اسحب من عنده قوس الزوجي راسا 2 برقم زين بنات ليش ناخذ 2 دائما على مود اقدر افتح مربع حدانيه وهذا من القوس بنات اس 4 اذا هنا مشكله بسيطه قوسين مرفوع الاس شنو زوجي وبياناتهم اشاره طرح اجي احل كل واحد ببحث لو هذا اكو عدد مركب بالمقام كان قلت لكم بسطوه قبل لا تبسطون الاس مثل ما حلينا السؤال قبل شويه لا ما عندي مشكله قوسين واحد فوق الثاني قوس صغير واحد زائد اي شخلي عليه تربيع الاربعه كم 2 زين هاي الحركه صحيحه بنات اي لانه عند الرفع تضرب الاس 2 في 2 شرجع 4 ما عندي مشكله ناقص قوس صغير 1 ناقص اي القوس الصغير دام ايش اخلي عليه؟ وهنا ناتج قسمه يعني قصدي الاربعه كم 2 همين 2 بنات اذا كان 6 2 ب 3 اذا كان 8 2 ب 4 الى اخره زين هسه نجي على هذا القوس الجو الصغير نفتحه مربع حدانيه ورجاء بنات افتحوا مربع حدانيه ما اريد سالفه الحفظ بس انت كطالبه تعرفين هذا يطلع 2 اي وهذا شو يطلع؟ سالب 2 اي متفقين؟ زين ويساوي مربع الاول 1 2 في الاول في الثاني زائد 2 اي زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو ايش قد؟ سالب 1 الكل تربيع قاعد تنسين هاي السالفه انت الزر بالك من بسطت الجواب وقالي تربيع وقالي تكعيب خلي ارتب قواسي مشكلتكم اذا راح قوس تروح اشارات ترى فعلى كيفي ناقص نفس المبدا هنا مربع حدانيه مربع الاول 1 2 في الاول في الثاني ناقص 2 اي زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو سالب 1 الكل بنات زين هذا بنتي موجب 1 وسالب 1 راح موجب 1 وسالب 1 يروح بقالي باش بقالي على كيفي بقالي 2 اي شنو تربيع ناقص ناش بقالنا بنات سالب 2 اي تربيع يتوزع السالب لا 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 لان شنو اكو؟ تربيع على كيفنا بالله 2 اي تربيع ايش قد بنات؟
أربعة آي تربيع اللي حق رأسه نكتب هنا عادي زين ناقص أربعة آي تربيع صارت سالب أربعة هنا بنات احنا متفقين مبدأنا انه هذا التربيع التكعيب هذا مع الكل هذا على اثنين وعلى آي صح وهذا التربيع همينه على السالب وعلى اثنين وعلى الآي السالب ويا التربيع يروح الاثنين تربيع وربع الآي هم حيصير أربعة آي تربيع يعني هم بين قوسين سالب سالب أربعة عرفت سالب أربعة شلون صارت تفقيم سالب نزلته هذا السالب راح مو خليته لا سالب راح بس من ربعت الاثنين آي صارت أربعة آي تربيع وخرت الآي تربيع صارت سالب أربعة زين بنات سالب بالسالب يعني ايش راح يصير عندي ويساوي سالب أربعة موجب أربعة ها شنو ايش قاعد يطلع يعني ايش قاعد يطلع الناتج لا لا ها صفر زائد صفر اي بنات قاعد يطلع هو سالب أربعة موجب أربعة صفر حقك بس اراد صيغة عادية يعني اكتب صفر زائد صفر اي حقيقة تخيلي اي تفقين هذا الجواب النموذجي بنتيجه استاذ ليش لانه راد ضع كل مما ياتي بالصيغه شنو بالصيغه العاديه اذا مشكلتي كان عندي قوسين مرفوع الزوجي الزوجي ما يخوف لان يقبل القسمه على اثنين فصار اثنين باثنين دائما الاثنين القوس الصغير اللي اخذها تنفتح مربع حدانيه يبقى الاثنين يبقى الثلاثه يبقى الاربعه مو فد مشكله بنات بس دير بالكم لا تغلطون بسالفه الاشارات هذا السؤال وزاره 10 درجات مكرر زين هذني لا هي خلص هسه ذني بنات جدا مهمات 10 11 تريدون نحل بعد ما عندي مشكله ذني مهمات اي وانا قلت لكم انطيتكم هوم ورك بس يوم المحاضره الجايه بس باعي قلت لك المحاضره الجايه من حليناها بنتي او من اخذناها كانت هي عباره عن ملامح اسئله وزاريه اللي هي هذه اصلا اذا افتهمنا ذني السؤالين نكتفي بها او ناخذ ثالث وتبقى عندكم فد اثنين ثلاثه هوم وركات بصيغه مشابهه بالضبط. بس ارد اوضح بعض الافكار اللي ببال الطالب بس خل احل السؤال اصبروا لي. نجاوب على السؤال. المشكله اللي مبينه بنات انه عندي مقام صح؟ ما دام عندي مقام لازم شنو؟ نضرب البسط والمقام بمرافق المقام. لا ليش؟ ماكو اي صح؟ مو كل ما اشوف مقام اقول الله اضرب البسط والمقام بمرافق المقام استاذ ما عندي اي انا اعتذر بنات لا شنو مشكله السؤال ها هذا هنا جو ارادته بسيط ما بي شيء عافيه عندي قوس مرفوع الاس زين هذا الرقم شنو لا تخافي من عنده اسمعوا اذا المشكله هسه احنا لقيناها قلت لك بنتي مو كل ما تشوفين بسط ومقام افكر بالمرافق المقام ما بي مشكله المقام عدد 32 فهنا اخذ اباوع على هاي استاذ شو ما باوعت على عدد المركب الجواب جواب انت ما في مشكله مشكلتي هنا عندي قوس مرفوع الاس شنو؟ زين هاي ال 32 شنو سالفتها؟ بنات ال 32 تمشوها ويا السؤال باي ما اقول لك لازم بس اغلب الجاب الوزاره راح يطلع لنا رقم فوق يشبه منه الجواب بالضبط يشبهه ممكن انا ما اجيب شيء اخليكم فوق يطلع 16 باختصار صح؟ فبنات هي مو اجبار يعني اذا جو 32 معناه فوق 32 بس بدنا نحكي على سبع اسئله وزاريه جايه بنات جو 32 فوق يطلع 32 جو 128 فوق يطلع 128 بس هي مو اجبار يا سالفه سمعتوني بنتي حتى بالامتحان من تمتحنون مو الا والله استاذ شو ما جبت لنا يا اختصار وياك راسا نروح لا ممكن قلت لك هنا 32 انا اخلي فوق يطلع ايش قد 16 باختصار لو ما بي بس مو اختصار الروح خلاص فانتبهوا سمعتوني ايش حكيت انا زين اي زين فردي شو اسوي لما اعرف بنات اسحب قوس زين هو 11 قد يبقى عندي 10 هوايه شو اسوي له 2 ب 5 اذا 11 راح افسخها اسحب قوس وقالي 10 ل 10 2 5 ال 2 تنفتح مربع والخمسه تتذكرون صح على هذا وعلى هذا وعلى هذا شنو هاي هسه نجي ويا بنتي اسمعي اكو مشكله يسووها الطلاب انا احكي لكم كل المشاكل يجي يسوي واحد ناقص اي
سحب قوس صار 10، واحد ناقص اي، هذا يخلي له مقام 32 وهذا يخلي له مقام 32. انا اطلع حتنظر ذني صح، مقام واحد انت، مقام واحد اللي هو اسقد اللي هو 32. زين حلينا مشكله، طلعت مشكله ثانيه بس الزوجي مشكلته سهله. فاستاذ احنا سوينا هيك، احنا سحبنا قوس على مود يبقى لي قوس مرفوع الاس شنو الزوجي، لا تنسون قوس عاليه تربيع وهنا فوق اكو رقم مو صح، هاي ثابته كل ما يجيني قوس مرفوع للزوجي. اسمعي، ويساوي واحد ناقص اي شو اخلي تربيع العشره كم اثنين، ليش على مود اقول عند الرفع تضرب الاسس، وهنا بنات واحد ناقص اي الكل على شقد. اذا اجا واحد سالك هل هذا القوس هاي كل الهوسه نفسها هذا، اي ليش في خمسه عند الرفع صار هذا عشره هذا واحد، عند الضرب العشره وين الواحد رجع، لعد ليش فسخناه على مود يسهل علي واقدر ابسط لكم اياه. سمعتيني بنتي؟ ويساوي هسه سرعه هذا شو يسوي للقوس الجوه؟ مربع حدانيه، انتبه على ايدي، مربع الاول واحد، اثنين في الاول في الثاني ناقص اثنين اي، زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو ناقص واحد، الكل اس شقد؟ الكل اس خمسه، في واحد ناقص اي على شقد؟ على 32 سباعيه. تمشي ال 32 يمشي القوس ويانا هنا. هسه الموجب واحد ويا سالب واحد ايش بيه؟ يروح. ايش بقالي؟ بقالي سالب 2 اي باعي الكل اس شنو؟ زين. وهنا عندي قوس لا تنسي واحد ناقص اي والكل على شقد؟ والكل على 32. هسه هذا اللي قصداني. هذه الخمسه بنات على اليمين على السالب وعلى 2 وعلى الاي. زين على السالب شو يسوي؟ لو تبقي لو توخره صح؟ اذا زوجي يروح، اذا فردي زين. على الرقم معناه لازم اضرب 2 في 2 في 2 كم مره؟ والاي يصير اس 5 نعرف نبسط اي مرفوع الاس. فبعد تكرار مال امثله السالب بنات نسيت شنو؟ ليش؟ فردي. فالسالب يبقى 2 في 5 لا 2 في 2 في 2 في 2 في 2 خمس مرات 2 في 2 في 2 في 2 في 2 يطلع 32 اي اس شقد في 1 ناقص اي وجوش عندك. اكو طلاب يوزعون ال 32 وبعدين يختصرون. بنات من البدايه اختصري راسا نانا، هاي سالب وفي خلي ولي هذا ال 32 بس السالب يبقى تمام، سالب واحد على واحد يبقى سالب مو صح، فنفس المبدا بنات كانما سالب 32 على 32 راح يبقى لي سالب واحد بمكانه. زين اكو عندنا مشكله صغيره شنو هي؟ اي اس 5 نعرف نبسطها استاذ سهله. ويساوي لي سالب ما علينا به، الاي اس 5 دائما ناخذ اي اس 4 ناتج قسمه وباقي قسمه. باي الخص لك اياها، اي اي مرفوع الاس اكو ثلاث شغلات، كل اي مرفوع الاس ثلاث شغلات، اي اس 4 ثابت، ناتج قسمه وباقي قسمه ثلاث شغلات ذني. دائما تخلين اي اس 4 ناتج وشنو اكو؟ وباقي. اي اس 4 5 كم 4؟ واحد. شو يبقى لي؟ يبقى لي واحد اللي هو شنو بنات؟ اللي هو اي في واحد ناقص اي، المقام ايش بيه بعد؟ راح. كلنا نعرف انه الاي اس 4 هذا كله بعد يروح مو؟ ايش قد قيمته؟ واحد. هذا مو راح يعني اختصرته ولا لا، هذا انه واحد خليه يولي بعد. وقالنا بنات ويساوي سالب اي والقوس واحد ناقص اي، شويه طولناها للسالفه. شو اسوي هسه؟ اوزع. سالب اي في واحد وسالب اي في سالب اي. فبعد بس على كيف تشتغلي انت. قوس مرفوع الاس فردي، هسه انا بدي اصبر شفهي باي، قوس مرفوع الاس فردي ايش قد كان؟ داش.
سحبنا قوس بقالي 10، العشرة من جاية 2 5، الاثنين تنفتح مربع والخمسة قلنا على هذا وعلى هذا وعلى هذا على السالب وعلى الاثنين وعلى السالب ايش بيه؟ 2 اس 5 32 اي اس 5. اكو مشكلة ثانية لازم شو ابسط؟ اي اس 5 الاي مرفوع الاس بنات كم شغلة بيه؟ لميس 3 اي اس 4 ناتج قسمة وباقي قسمة. منو اللي يهمني؟ قلنا باقي القسمة، الناتج ما يهمني بنات. زين اوزع سالب اي في واحد سالب اي سالب اي في سالب اي موجب اي تربيع يعني سالب واحد سالب اي في واحد سالب اي سالب اي في سالب اي موجب اي تربيع اعدله من يعني اعدله حقيقي وبعدين تخيلي ويساوي لسالب واحد سالب اي. ذني من الامثله المهمه كوزاري. تريدون بعد نحل اكثر من حل عادي. سؤال رقم 11 وزاري، اذا تفتحون الكتاب ما راح تلقون هي صيغه السؤال، مع انه ما اقدر اعتبره سؤال طراي او خارج او صعب. مشكلتي بالمقام، لا هاي مو 32 64. مشكلتي بالمقام ها اكو 64 عادي لو حرام عادي شكو بيها بعد شنو مشكلتي؟ هذا بيه مشكله. شنو هو؟ عندي قوس مرفوع الاس فردي اللي هو 13. زين بنات نقدر نحله شفهي سويه؟ شفهي هيك سباعيه 13 اسحب قوس يبقى لي 12 12 2 ب 6 الاثنين ايش تنفتح؟ مربع حداني ايش يبقى لي؟ على السالب وعلى الاثنين وعلى اي. زين ليش قلت على السالب؟ لان واحد ناقص اي يطلع دائما سالب 2 اي مو صح؟ اختصر هذا ويا هذا كملنا مو متفقين؟ زين استاذ السلع خلينا نحل رياضيات، ما انت ما تقبل هيك نحل. اسحب قوس على كيفي وحده وحده حتى يصير زوجي، راح يصير واحد ناقص اي اس 12 في شنو؟ في واحد ناقص اي على الكل على 64. زين هسه طلع لي قوس مرفوع الاس زوجي وهذا احنا اللي نريده، على مود اقول 2 برقم 2 مش قد 2 مش قد رحم الله والديك، ويساوي 1 ناقص اي تربيع الكل اس ايش قد عند الرفع 2 في 6 12 بقى ها نسيت القوس اللي هو 1 ناقص اي الكل على ايش قد؟ الكل بنات على 64. هسه باعي فسختهن، هسه ارجع على الاثنين ابسطه. مربع حدانيه، مربع الاول واحد، اثنين في الاول في الثاني ناقص اثنين اي، زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو شنو؟ سالب واحد، الكل اس ايش قد؟ في واحد ناقص اي على 64. بنات موجب واحد وسالب واحد ايش بيه؟ بقالي سالب اثنين اي بنتي زهراء تنسين الكل الستة وانطي كل واحد ستة بيهم ويساوي سالب اثنين اي الكل الستة في واحد ناقص اي على ايش قد؟ على 64. هسه هاي الستة اقولكم مالت من؟ قولي لي مال سالب ومال اثنين ومال اي، مال سالب ومال اثنين ومال اي، كل واحد سالفته تختلف عن الثانية. السالب ايش بيه؟ ليش؟ زوجي. السالب راح خليه يولي. اثنين في ستة؟ لا لا شنو؟ اثنين في اثنين ست مرات، اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين، هو الشرط يطلع يشبه المقام؟ اجباري؟ لا، بس ابو الوزاره مرهم الارقام. استاذ زين انت بنتي ممكن اخلي لك جوا 32، انت فوق 64 على 32 شو بقالي؟ 2، ممكن اجيب لك رقم ضعف بحيث يبقى 2 فوق، ممكن ما اعرف حسب، فاحنا مو نظل نمشي لازم يطلع الفوق يشبه الجو، بس دا احكي لك كوزاره كله هيك جاي. فبنات كنا السالب يروح 2 اس 6 64 اي الستة في واحد ناقص اي على 64.
شمس قالت أنا بسطت أول شيء الآية والستة، اختصر الشمس صح؟ أحسن لي أخلص من هذا. 64 ويا 64 راح. إيش بقالي؟ بقالي آي الستة في واحد ناقص آي. ما أردت أبسط راسين هنا جبتكم يا قدام عينكم. شنو مشكلتي بوقت آي؟ زين الآي مرفوع الأس، كم شغلة؟ آي أس أربعة ناتج وباقي ويساوي لي آي أس أربعة ستة كم أربعة؟ وش يبقى لي؟ آي تربيع في واحد ناقص آي. بنات الآي أس أربعة والناتج مال القسمة كلش يطلع واحد، يعني شو بقى لك؟ آي تربيع، الآي تربيع زيادة قيمته؟ نعم سالب واحد في واحد ناقص آي. يعني عرفت وخرت بنات الآي تربيع خليت بمكانه شنو؟ هذا كله ما يهمني قلنا. هسه أوزع سالب واحد في واحد سالب واحد سالب واحد في سالب آي زائد آي وخلصنا حقيقي. بعدين شنو؟ تخيلي هذا بنات همينا هو على علاقة بقوس مرفوع الأس، بس استاذنا أجاني بالمقام أكفى العدد صعبة؟ زين كمل بعد أخذكم على ذني، أنا عندي وقت أخلصهم. نحل سؤال هو ضمن الهوموركات المطلوبة من الطالب بس حتى نضبط أفكارنا. المحاضرة الجاية ما راح ننتقل صيغة سؤال ثاني مباشرة، حنبقى ضعب الصيغة العادية حل سؤالين ثلاثة بعد وراءك صيغة مشابهة لأثبت أنه أثبت أنه أسهل، يعني نفس السؤال بالضبط بس الناتج مالته بنات. هم عندنا 7-8 أسئلة، فالمحاضرة الجاية حتشوفون اكو فرق، بس المحاضرة الجاية اكو امتحان بالنوع الأول اللي هو ضع بالصيغة العادية حتى لو ما أخذنا هواي أسئلة. هسه يعني كترتيب أسئلة هذا سؤال رقم 12 اسمعوا بنات، هذا السؤال مهم بس نفس الأسئلة اللي أخذناها نفس النمط، إنه أنا عندي جوه بس رقم اعتياد يعني ما بي مشكلة. مشكلتي وين؟ فوق اللي شنو هي مشكلتي؟ عندي قوس مرفوع الأس فردي اللي هو شقد؟ حتى لو 23 لا تخافين صبري لي شوية. قوس مرفوع الأس فردي شنو حل مشكلتنا؟ أسحب قوس من عنده باش راح يصير ويساوي واحد ناقص آي أس شقد 22 في واحد ناقص آي الكل على شقد؟ الكل على 2048. زين اول مشكله انحلت، احنا صار عندي الاس كان فردي صار عادي عندكم، لو احنا اصلا ايش سوينا؟ هو احنا نريد ازوج استاذ على مود اقدر اقول اثنين برقم، فهذا قوس مرفوع الاس زوجي يلا ويساوي لي واحد ناقص اي بنات شنو؟ والفوق 11 2 في 22 كانت 23. اكو قوس استاذ لا تنسى واحد ناقص اي الكل على شقد؟ الكل على 2048. يلا 11 دور 2 اول الاثنين افتح مربع حدانيه، مربع الاول واحد، اثنين في الاول في الثاني ناقص 2 اي زائد مربع الثاني زائد اي تربيع اللي هو شنو؟ سالب واحد الكل بعده اس 11 في واحد ناقص اي على 2048. ايش عندك هنا؟ الموجب واحد ويا سالب واحد ايش راح يبقى لي؟ ويساوي سالب 2 اي الكل اس شقد؟ الكل اس 11 في واحد ناقص اي على 2048. هو حاط للرقم ما يتعبني. زين 11 مال 8 قلنا استاذ، 11 مال سالب ومال 2 ومال اي وكل وحده سالفتها سالفه، السالب ايش بيه؟ ليش؟ فردي. انزل السالب، لا دقيقه، 2 اس 11 لازم اذهب الاقلام احسب وياي، 2 في 2 في 2 في 2 16 في 2 32 في 2 64 في 2
128 في 2 256 في 2 512 في 2 1024 في 2 2048 زين. اذا طلع لي 2048 اي اس 11 همينه هي استاذ اي اس 11 في شنو؟ في 1 ناقص اي على 2048 شو اسوي بنات؟ طبعا سالب يبقى ما عليه، اختصر هذا ال 2048 ويا 2048 ايش بقالي؟ بقالي حنزل لك اياه وبعدين ببسطه سويه. بقالي سالب اي اس 11 في 1 ناقص اي. يلا اي مرفوع الاس تعرفون تبسطوا؟ ها اي اس 4 ناتج باقي ويساوي لي سالب ينزل اي اس 4 ال 11 كم 4 بها 2 4 في 2 8 ايش قد بقالي؟ بقالي اي تكعيب في 1 ناقص اي. استاذ دائما وابدا هذا زياد ناتجه هذا واحد ما ياثر ايش بقالي؟ زين بنات الاي تكعيب قيمته تعرفوا ايش قد؟ اسمعي الاي تكعيب ايش قد؟ بالسالب ويساوي لي شنو؟ اي. عرفنا شلون؟ الاي تكعيب قيمته سالب اي وقبل اكو سالب صار موجب اي في 1 ناقص اي. شو نسوي هسه؟ اوزع هذا الاي على الواحد وعلى السالب اي. اي في 1 اي اي في سالب اي سالب اي تربيع يعني موجب صار هيجي اقدم اول شيء منه حقيقي بعدين التخيلي. هذا بنات همين السؤال ثالث على نفس النمط. هسه انتو همين عندكم مطالبين بهوم وركات راح تكون بنهايه الفيديو موجوده زائد نزلكم على التليجرام فت 6 اسئله او 7 مو هواي مو صح على هذا النمط بنات. فدفاتركم المحاضره الجايه راح نبدي هسه هم قلنا بعدكم بنتعلم اريد دفتر مرتب انا حشوف انا فتش واختم معناه عبرنا اول مرحله اتفقين؟ اكيد المحاضره الجايه بنات تعرفون امتحان بهذا هو بنتي امتحان كله من البدايه لازم عندك اساسيات حتى تمتحنون فعندكم امتحان يومي واكو بنات هوم وركات بنفس المستوى بنفس المستوى مو اصعب ولا اسهل حتى تقدرون تضبطون الماده.